اختتم في مدينة العين مهرجان الحرف والصناعات التقليدية. المهرجان أقيم في واحة القطارة، إحدى أقدم الواحات الخضراء في مدينة العين، وسلط الضوء على أهمية الحرفة التقليدية في حفظ وتعزيز التراث الإماراتي. ويشير القائمون على المهرجان إلى أنه يأتي دائماً داعماً للجهود التي يبذلها الحرفيون لصون ثروتهم التراثية وإحيائها ونقلها إلى الأجيال القادمة. المهرجان يستهدف بالدرجة الأولى ممارسي الحرف والأسر المنتجة القائمة على إنتاج هذه المنتجات التقليدية، سواء كان داخل البيوت أو حتى في مؤسسات صغيرة وذات أعمال خاصة. وحفلت فعاليات المهرجان بالعديد من الحرف التقليدية التي شارك فيها الحضور كباراً وصغاراً. هي المشاركة حقنا المشاركة الثالثة من المهرجان اللي صاير من 4 سنين تقريباً. تعرف أنت العسلات عمرك شيء متوارث علي من جدودنا وشيء يعني مخلف علي طال عمرك. فقمنا بنسوي طال عمرك محل نشارك فيه أن ننتج العسل وننتج طال عمرك مشتقات العسل. وتوافد أهالي مدينة العين إلى مهرجان القطارة للتعرف على الحرف التقليدية والاستمتاع بالأجواء التراثية في المهرجان. كل سنة نزور المهرجان وهذا يعني سنوي. المهرجان قيمته كبيرة يعني للعين وحتى للناس اللي يزورونه وحتى لعيالنا اللي يتعلمون شو تراثهم ويعرفون شو اللي كان صاير قبل ويشوفون الآثار اللي موجودة هنا. ومن بين الفعاليات بالمهرجان كانت هناك مسابقات في اليولة وصناعات القهوة والحرف اليدوية لتعزيز مواهب الناشئة وتشجيعهم على الحفاظ على الموروث الشعبي. حضور لافت ومميز في ختام مهرجان الحرف والصناعات التقليدية في واحة القطارة. العديد من الفئات العمرية توافدوا إلى هذا المهرجان للتعرف على الحرف التقليدية في دولة الإمارات. لقناة سكاي نيوز عربية، سلطان البادي، مدينة العين.